شاف حنا بونجور. بونجور. كيفك اليوم؟ منيح انت؟ اليوم طبقنا، انا كثير منيحه، اليوم طبقنا ايجنت تشيلي جارليك شريمبس. خبرنا شوي عن هالطبق اللي بدك تقدم لنا اياه، عن المكونات، وحتى اذا رح يكون في سلاد الى جانب الطبق. رح يكون في سلاد اكيد. قبل ما نحكي عن السلاد، عندنا شريمبس بدنا نعمل حده رز بسمتي مثل ما بنعمل بالعاده، يا رز بسمتي بنطبخه طبخ او بنطبخه بخار اذا فينا. اوكي. عندنا لنعمل هذا الطبق بدنا صويا، بدنا سيري راتشا لأنه هو حار، عنا حار خشين، جينجر، توم. هلأ إذا عنا سويت صويا صوص، لأن في منها بتجي كتير حلوة سويت صوص، ما بنستعمل سكر، إذا ما عنا رح نستعمل سكر. سكر. هلأ هيدا مش حلوة؟ نو. أوكي. هاي الصويا العادية، رح نحط لها سكر، رح نحط لها ماي، وبدرح أستعمل بصل جزر فليفلة ملونة. فينا في ناس ما بتحب الفليفلة، فيها ما تحط فليفلة، بس لازم نحط توم، والأساسية توم جينجر حار، هو ضروري. والفليفله خيار يعني. والفليفله خيار. أوكي. انا بروكولي بدي احطهم انا بس لاعطيه شوي لون على الوجه. فينا كمان نستعملهم. انا عامل صحن مع خضره، هو فينا أوكي. نعمله بلا هيك، بس الاساس فيه توم جينجر الحار، هو ما فينا نستغني عنه. اما عن السلاد، يعني رح نعمل كينوا اكيد. أوكي. كينوا كل حدا بيعمله بطريقه، نحن رح نعمل كينوا مع شريمس، فيها رمان، فيها افوكا، فيها بقدونس، خيار. هلا بنركبها بس. والصوص شو رح تكون؟ حامض وزيت بوتارد. حامض وزيت بوتارد. طيب انا ما رح اخرك شيف، اذا بدك تبدا بتحضير الطبق اكيد انا وانيتا بنرجع بنطلع عندك بنهايه أكيد. الحلقه لنتذوق طبقنا، ويبدو رح يكون طبق شهي اليوم. يعطيك الف عافيه. اكيد مش يبدو. شكرا شيف. صباح الخير مشاهدينا، رح نبلش معكم هلا اول شيء بالقرايديس. انا عندي 2 قرايديس، هن زيتهم من نفس الشيء، شلت شوي لعجنب لشويهم شوي او اسلقهم للسلاد، مشان هيك انا بسني نفس الشيء. رح خلي هيدي تبع السلاد بالبراد، هلا عندنا القرايديس بدنا نطبخ فيهم البلار الاساسي تبعنا. رح نبلش ننقع القرايديس اول شيء لنرجع نقليهم. انا هون حاطط مي، شيل الخضره، شيل الكينوا، هلا لنوصل لهم. اول شيء عندي بيضه، انا عامل كيلو قرايديس، رح احط بيضه كامله. كورن فلاور نشا تقريبا ملعقه ونص تيت. صويا، مش رح احط ملح لانه الصويا مالحه، رح احط بس شوي بهار اسود. نقعناهم بهالطريقة، هلا رح احطهم بالبراد كمان. حطهم على جنب، اخر شيء بلش يشتغل فيهم. بما انه عم نعمل، حتى ما نضيع، بما انه عم نعمل البلا الاساسي اللي هو الباس تبعه قرايديس، رح نبلش هلا نطبخ. اكيد قرايديس انا قعته، بدي ارجع قليهم. هي المي خلينا نشيلها شوي. هلا حبلش حضر الصوص تبع البلا. اول شيء بدنا توم، بدنا حار، بحط شوية زيت، زيت نباتي، عندي توم بدي بلش افرم توم، بس عم نوسع شوي. هلا بين ما حمي معنا الزيت مثل العادة، فينا ندقهم للتومات، فينا نفرمهم على البلندر اذا عندنا بلندر،
رح أفرم أفرم الثوم ناعم قد ما فيه. وفي مثل ما قلت يا أفرمون على البلندر أو دقون دق ما في مشكلة. بالوقت الزيت عنا أكيد حمي. فينا نعمل أكثر بس هيك صار كافي. عندي جنجر فينا نفرمهم كمان، فينا نبرشهم على مبرشة، فينا نفرمهم ناعمين، فينا نحطهم شقف برجع شيلهم. بس أخفف النار لأن ما بدي هون يحترقوا. كمان رح جرب قد ما فيي نعمون. ننتبه هذه الأكلة أكيد حرة، جنجر حر، الحر اللي بدنا نحطه حر، السيريلاتشا حر، فيها كتير حر. هلا رح نعم الجنجر قد ما فيي، ارجع قليهم مع الثوم. وبرجع بقول في اذا عندنا مبرشة او مطحنة فينا نطحنهم اليوم ما في مشكلة. كمان طينا الجنجر وفي حط شقف مثل ما هي، قصهم شقف كبار حطهم ارجع شيلهم بياخذ طعمتهم. بس عندي حر اكيد حر كثير، رح نحط كمان شوي معهم. هلا ما بده اياها هلا تحرق يخفف لها شوي حر، بس هي لازم تكون حره. هلا بدنا نحضر صويا. مثل ما قلت لكم اذا الصويا مالحه العاديه بدنا نحط لها سكر، نحط سكر رح حط اذا حاطط كبايه صويا رح حط كبايتين مي، يعني على طول 100 جرام 200 جرام. عندنا السيريلاتشا يلي هي كمان حره رح حط شوي. لكن انا قليت هون الثوم الجنجر حطيت الحر وخلطت على جنب الصويا مع السكر مع السيراتشا وزدت لهم مي اكيد. هلا رح زيد كل المكونات اللي عندي على القلية.
تخليها على نار خفيفه لتغلي لتشد معنا شوي لتاخذ مكونات. هلا هي كلها ليكيد، شو اللي بخليها تشد؟ وقت انا حطيت نشا مع الايريدس بدي ارجع قليهم لتطلع كريسبي لحطها بقلبهم، هيدي كمان بتصير زياده تطلع صوص سميكه. اذا ضلت رخوي الصوص بنحط لها شويه كورن فلاور كمان بنخليها تصير لزجي اكثر مع الكورن فلاور. هلا هون عندي مي، عندي كينوا، رح اسلق كينوا. عندنا طريقتين لنطبخ الكينوا، يا بنطبخ كينوا مثل ما بنطبخ رز كل كبايه كبايتين بخليهم ينشفوا الميات على الاخر، او بنسلقهم سلق. اذا بدي اسلق الكينوا انا بتاخذ معي 16 دقيقه اسلق الكينوا لتفتح الحبه، ما بدي اياها تكون شربانه مي، ما بدي اياها تفتح كثير الحبه لتصير اوفر كوك، بدي اياها على القد. هلا غليت المي، حطيت كينوا. اكيد عندنا عدة أنواع من الكينوا، عندنا البيضة، الحمراء، السوداء، نحن عم نستعمل بس هلا لون أبيض. رح حرك شوي الكينوا. هلا عندنا هون الكمية قليلة، ما هي كله بيفرق معنا حسب داوة النار، قد ايه كبر الطنجرة، قد ايه الكمية اللي عم نسلقها. هون ما بياخذوا معنا وقت كثير لأنه كمية الكينوا قليلة والطنجرة صغيرة، يعني بلشت تغلي دغري، مش حطينا كمية كبيرة لبردة المي لطولت، فهلا بتاخذ معنا وقت قليل. بس تفتح الحبة بكون استوت الكينوا. بنبرد الكينوا بصينية، لا بنحط لها مي، لا بنبردها بثلج، لا بنحط لها زيت، مثل ما هي بنشيلها بنحطها على مصفاية بننطرها لتبرد. إذا حطينا مي باردة للكينوا حتشرب مي، حيصير طعمتها مي، بس حط صوص لو كان الصوص قوية حيضل تحس فيها طعمة مي، ناقصها شيء. هلا في عنا خضرة فينا نبلش نقليهم شوي شوي. خضرة بدي اقليها احطها فوق الصوص، بس بدي دبلها تتبيل، يعني ما بديها تستوي كثير، خليها تستوي هون مع الايريدس. هلا بعد شوي رح بلش اقلي الخضرة شوي شوي، رح احط شوية زيت. خضرة أنا عندي جزر، فلافلة وبصل، عندي فلافلة حمراء، فلافلة خضراء، بصل، بروكلي. بروكلي هلا بستقون سلق وبردهم بمي وثلج ليضل حافظ على لونهم. مش رح احط كل الخضرة مع بعضها، حقلي كل وحدة بوحدتها وحطها فوق الصوص، بس بدي الصوص تغلي وشوف اذا بدي سمكها ولا خليها هيك. هلا كل خضره بقليها بحطها على جنب. هون نحرك كل شوي، نحرك الكينوا. رح بلش بالبصل. هيدي خلينا نزيحها شوي كمان. هلا هون رح نعمل بصل، هون رح نبلش نقلي الفلافله، خليها تحمى شوي. هلا حطينا الفلافلة، في حطهم بقلب
صينية مثل هيدي، قسم بصل، فلافل، جزر، كل شيء لوحده. الهدف منهم قليهم لدبلهم تتبيل، مش الهدف استويهم ويطلعوا اوفر كوك، ولا الهدف غيرهم لونه، يعني ما بدي ياخذ البصل لون، بدي بس يدبل، والفلافل كذلك الامر. مشاهدينا، بما انه حضرنا كل اللي لازم نحضرهم لهلا، الخضره عم بلش نقليها شوي شوي، هلا رح نروح معكم بريك قصير ونرجع نكفي سوا. مشاهدينا رح نرجع نكفي معكم. الكينوا بعد ما سلقناها حطيناها على مصفيه، هلا حطيناها بقلب هيدي تقريبا بلشت تبرد، فتحت الحبه، استويت، ما صارت اوفر كوك. لازم ما تقرش، اكيد ما تضلها نيه، بس ما لازم كمان تشرب مي كثير. وهذا البصل ما بدنا اياه اكثر من هيك. بنفس المقليه نحط شويه زيت بعد. عندنا جزر، هلا احنا عم نكفي قلي الخضرة. مثل ما شايفين اذا باين معنا هون، الفلافلة ما قليناها كثير، حتى البصل يعني بقى شوي شوي، مش كثير قليناهم لاخذوا لون، بس لدبلوا. دبلناهم شوي وشلناهم، يعني ما بدي اطبخها، ما بدي اهريها للحبه، انا عم شويها على النار. هلا حطينا طنجره مي على النار، بدي اسلق البروكولي مثل ما قلنا. اولا بتغلي المي، فيها مي وملح، رح نسلق البروكولي. وهيدي طنجره رح اطبخ رز بسمتي مثل ما بطبخ الرز العادي. حتى ما يحترق معي الجزر خففت النار شوي لدبله على نار خفيفه كمان، لانه ما بديهم يحترقوا. وقت بدبلهم تتبيل بدي ارجع احطهم بقلب الصوص، بيرجعوا بينطبخوا معي شوي بالصوص بيستووا دغري. اما اذا قليناهم كثير وحطيناهم بالصوص حيحترق، يعني حتصير اوفر كوك حبه الجزر او الفلافله وما تبين كثير معنا شكلها حلو بقلب الصحن. مش هيك بندبلهم تتبيل بس، وما حطيت ملح وبهار ولا شيء، لانه انا حطيت هون حر الصوص، اكيد فيها ثوم، فيها جنجر، فيها حار، فيها صويا، يعني ما بدنا نحط ملح لانه الصويا مالح. رح حط شوية زيت زيتون، أنا بفضل الرز مع شوية زيت زيتون مش زيت نباتي، واللي ما بده زيت زيتون فيه يستعمل زيت نباتي أو زبدة. عندي كيلو رز بسمتي، صح.
مثل العادة بدي ملعقة ملح كبيرة أو ملعقتين صغار، رح اقلبهم اكثر. الهدف منه الملح يتوزع على كل الرز. حطينا الجزر بعد ما دبلناه وتتبيل، برجع بقول بعد ما استوى بس انه تقريبا صاروا اكثر من نص بشوي، والفلافله كمان هيك بنحافظ مثل ما قلت لكم على شكلها ولونها ما تطلع كثير دبلانه. هلا راح نحط مثل العاده لكل كيلو رز 2 كيلو مي، هلا المي عندنا هون بلشت تغلي، رح سقط البروكولي عم بعمل بلانشير لما بدي ارجع اعمل لهم سوتيه، يعني بدي بس دقيقتين او 3 دقائق بالمي بيكونوا صاروا جاهزين معنا. رح نزيد مي للرز، انا مثل ما قلت لكم حاطط كيلو، رح احط 2 لتر. هلا فينا نحط مرقه اذا بدنا اذا بنطبخ رز، وفينا نطبخه بمي، وفينا المي نكون عم سخنينها على النار تركينها على النار عم تغلي كمان لنسرع شوي الامور. الرز فينا ننقعه اكيد وفينا نغسله غسيل، اذا نقعناه حسب الوقت اللي بننقعه فيه نحط مي، كل ما نقعناه وقت اكثر، يعني نقعنا الرز بالمي وقت اكثر كل ما خففنا مي بالطبخ. هون مي وثلج مثل العاده، بدي برد البروكولي بمي وثلج. هاي الصوص كمان اللي كنا عم نحضرها رح نرجع نحطها على النار. إذا ملاحظين الصوص كيفية هلا، أكيد بعدها ليكيد، أكيد حرة مثل ما قلنا، شكلها ولونها وطعمها بياخذوا عقل كثير منيح. هلا رح حط الخضرة فوقهم لأطبخ الخضرة معهم لتاخذ طعمة الخضرة طعمة كل المكونات اللي عندي أو هي الطعمة اللي بدي إياها. بدنا ننطر لنرجع نقلي القرايدس نحطه بقلبها ونغليها شوي لنشوف إذا بدنا نزيد لها كورن فلاور أو لا، أو الكورن فلاور اللي حطيناه بالقرايدس هو كافي ليخليها تشد.
اذا ما شدت وقت حطينا لقينا الرايز حطيناه بقلبه ساعتها بنحط شويه كورن فلاور مع مي وبنحطهم بقلبها. هلا رح بلش زيد مثل ما قلنا هاي الفليفله هلا ما بدي احط فليفله بدي احط بس بصل وثوم وجينجر اكيد فيه واللي بده يعملها مثل هيدي كمان ما في مشكله اهم شيء نوصل لطعمه تكون طيبه رح بلش هلا اشوي شوي القريديس عندنا قريديس للسلاد فينا نبلش نشوي قريديس تبع السلاد لنحطهم على جنب ومثل ما قلت لكم فينا نسلق القريديس تبع السلاد اذا بدنا نسلقهم بنغلي المي بنسقط برجع بقول كل شيء معلق حسب حجم الطنجره وحسب كميه القريديس اللي عندي وقدام سقع القريديس قديه بده يبرد المي في اسلقهم دقيقه بمي عم تغلي وشيلهم او حطهم بشويهم شوي وحطهم بالسلاد يكونوا مشويين نحن شو بدنا فينا نعمل هلا اول ما بيحمل زيت نبلش نحط القريديس لنشويهم هذا البروكولي 3 دقايق بمي عم تغلي هو كافي لانه بدي ارجع قليهم شوي مع زيت زيتون مشاهدينا بما انه طبخه تقريبا صارت جاهزه ما علينا الا نشوي القريدس نحطه بقلبها ونشوي القريدس السلاد لنرجع نطبق الصحون بروكولي صار خالص رح نروح معكم هلا بريك قصير ونرجع نكفي سوا مشاهدينا رح نرجع نكفي معكم برجع بقول هيدي الصوص صار جاهزة ما علينا إلا نقلي قريدس نحط بقلبها لنشوف إذا بدنا نشدها بشوية كورن فلاور أو نخليها مثل ما هي والرز تقريبا بعد بده شوي بصير جاهز معنا رح نتركه على نار كتير خفيفة مغطينهم خلينا نحركه شوي أكيد بعد في شوية مي هالوقت حطيت أنا مقلية فيها زيت نباتي نبلش نقلي القريدس اكيد انا عندي بدي اقلي قريدس لحطهم هون وعندي قريدس لنشوي للسلاد بعد ما شويناه هون اول قريدس ناقعينهم الأفضل يكون الزيت حامي منيح لحتى نقدر نعمل كوتد لها الحبة القريدس اللي عملينا نقينا ببيض ونشا وشوية صويا ليعلي عليها إذا ما كان زيت حامي بس حطها بزيت بارد ليحمى الزيت يكون النقعة أو النشا كل شيء نعمل له كوتد معلق عليها بيقشط مشان هيك إذا كان حامي دغري بتعمل كفر لإلها
اذا ملاحظين عم حطهم حبه حبه، ما بحطهم فوق بعض لانه بدي اياهم كلهم يطلعوا كريسبي شوي ويستووا كلهم مع بعض. لاحظين الريدس كيف طلع، كيف لونه كريسبي، لون كثير بياخذ العقل حلو كثير. هذا الشيء اللي انا بدي اياه لاقدر احطه بالصوص اغليهم يطلع كريسبي وتشد الصوص عليهم شوي. رح شيل الرايدس، في كبهم شوي هون بس خليها تغلي الصوص قبل. رح شيل الرايدس على جنب، اكيد بنصفيهم من الزيت، اذا عندنا مصفايه بنحطهم على مصفايه بنصفيهم شوي. كمان بنفس الطريقة رح نكفي على طول، لازم يضل الزيت معنا حامي مثل ما قلنا. هودي رايسات تقريبا نكون عملناهم كلهم. هلا الصوص هون بلشت تغلي، رح بلش سقط هول الرايسات فيها مثل ما هن. هلا مجرد ما قلينا الرايدز بالطريقه وسقطناهم بقلب هيدي الصوص وغليناهم شوي، الرايدز مع الكريسبي يعني الكوتد اللي عملناه على الرايدز رح يشرب هي الصوص، رح تشد ممكن شوي الصوص وطبيعي بياخذ طعمه اسرع واقوى الرايدز. هلا بعتقد رح نرجع نحط لها شوي كورن فلاور لنشدهم شوي ونخليها تطلع اسمك يعني الصوص. كل ما كانت الصوص اسمك كل ما لزقت على الرايدز او شرب الرايدز اكثر. أكيد هلا رح ننطر هو دقيقتين نرجع نحطهم هون
بهالوقت هذا الرز صار خالص معنا. بدي بلش حضر اغراض السلاد. مثل ما قلنا رح اعمل كينوا شريمس، بدي رمان، بدي افوكا، خيار، رح استعمل بس القشر تبع الخيار قطعه صغير، بقدونس، فجل، في حط فيها اللي بدي اياه كخضره وشي يلبق مع القريدس. هلا هون حاطين شويه زيت نباتي قبل، رح نحميهم لنبلش نطبخ نشوي القريدس. برجع بقول السلاد فينا نسلق القريدس وفينا نشوي شوي، نحن شو بنحب فينا نعمل. فينا ننقع القريدس قبل، شوية ملح، شوية بهار، شوية زيت، شوية بابريكا ونشويهم. فينا نشويهم مثل ما هن، نرجع نحط لهم شوية صوص أو شوية برش حامض. يعني في عدة طرق لتطلع معنا الشريمبس طيب. هلا عم نشيل القريدس هو خلصوا. هلا اذا في شيء ما استوى بالقريدس فينا بس نحطه بالصوص ويغلي بكفي استوى. مغزين بعدها اكيد الصوص شوي رخوه، رح احط لها شويه كورن فلاور. انا عندنا هون نحن كورن فلاور، رح نحط شويه مي مش كتير، يعني الافضل ما نكتر مي نحن عم ندوب كورن فلاور لتشد معنا اسرع الصوص. زي باين على الكاميرا دوبت الكورن فلاور بشوية مي. رح حط شوي وحركهم. هلا صارت سماكة الصوص، نوطي النار شوي. إذا بتلاحظوا سماكة الصوص صارت أحسن، يعني صارت متوازنة مثل ما بيقولوا، والتكسير تبعها بتاخذ العقل. هلا ما علينا إلا نذوقها ونشوف إذا بدها ملح حسب الصويا معنا قد ايه مالح. هلا بنذوقها، إذا بدها ملح بنزيد لها شوي، إذا ما بدها بكون صار جاهزة معنا. وهي الصوص مثل ما قلت لكم هي حرة، اللي ما بده اياها هالقد حرة بده يخفف الحار اللي بقلبها. لكن الرز صار خالص، طبخة صار جاهزة، ما علينا الا نسكب الصحن كيف بدنا اياه، وبعد بدنا نشوي القريدس لنعمل سلاد. رح نروح معكم هلا بريك قصير ولنرجع نشوي القريدس ونسكب السلاد ونسكب صحن. طبق صار جاهز، ريحه كتير حلوه لكل محبي الحار. الحار الكتير يعني اليوم للطبق كتير حار مثل ما هلا كان عم بخبرني الشيف حنا. هيدا الطبق لكم خصيصا. شيف هيك خلينا نرجع نذكر المشاهدين شو عملنا اليوم، شو الستبس اللي قطع فيها طبقنا وشو بعد عنا تحضير. هلا الطبق صار جاهز، اذا بتلاحظي احتنيه على جنب، بدنا نسكبه. عملنا الشريمس نقعناهم كورن فلاور صويا وبيضة كاملة. أوكي. رجعنا ليناهن وعجنب لينا بصل، سوري لينا توم والجينجر وحر
حار، وخلطنا على جنب صويا مع سيريراتشا وسكر. اذا الصويا في عندنا سويت صويا صوص، اذا عم نستعمل سويت صويا صوص ما في لزوم للسكر، اذا ما استعملناها الصويا العادي حط لها سكر. هاي ما بدي اقطعك عن الحديث. نخلطهم، حطيناهم فوق قليت الجنجر والثوم والحار. اكيد مش هيك، حر سيريراتشا حر والحار اللي حطيناه حار، وعملنا على جنب رز بسمتي. للامانه قلت له للشيف طب خلينا هيك شوي نزعبر، ما كثير نحرحر الطبقه اللي لا ما بقدر ضميري ما بيسمح لي. شيف حنا معه كل شيء اصوله. ايه ما هي اسمها، مع انه انت ما عندك مشكله مع الحر. انا بحب الحر. انت بتحب الحر؟ اكيد. لا عن جد بتعرفي الحر بيقبل على الاكل اكثر، بتصيري تاكلي اكثر، بتستلذي بطعمه الاكل بوجود الحر. الحر اكيد بس حره، بس مش انه ما نقدر ناكلها. فينا بس فينا نضيف حر نحن على ذوقنا. وفي سلطات كمان صح؟ ما بينضاف. صح هلا عم بعمل سلطه شمس. هلا هون حط شويه زيت زيتون. شوية زيت زيتون. عندي قريديس حط شوية زيت زيتون معهم. فينا نحط برش حامض، فينا نحط اللي بدنا اياه. اوكي. حط لهم شوية ملح. وعلى النار. يعني اليوم كنا عم نحكي من شوي انا و رزق قرباني عن فوائد السي فود، ان كان القريديس ان كان شو ابرز فوائد؟ شو ابرز هالفوائد؟ بيعطوا اوميجا 3 كثير. يعني هن غنيين بالاوميجا 3 بالجود فات بالبروتينز كمان، بس لازم نحن على طول نعرف شو نختار وننقي من المصدر المضبوط النوعيه والكميه. اكيد يعني. اكيد حتى القريديس غني بالبروتيين. صحيح. هلا هون عم نحمي مقليه، بدنا نشوي القريديس بالوقت. هي تحمى شوي. هون حطيت شوية زيت زيتون. نعم. عندي البروكولي يلي أنا عملت لهم بلونشير سلقتهم. البروكولي قلت لي شاف كرمال اللون أكثر. سلقتها لأطبخها شوي، عملتها بلونشير، ما بدي إياها تستوي كثير تفرط، بدي إياها تضل شوي فيها هي القرشة الطيبة. عملت بروكولي بلونشير، شلتهم حطيتهم بمي وثلج لوقف عملية الاستواء وحافظ على اللون الأخضر اللي فيهم أو على الكلوروفيل الموجود بالأخضر. بمي وثلج. بمي وثلج وفي بلح بالمي أكيد. هلا هون عم حمي مقلية لبلش اشوي، بعد بدها شوي. بهالوقت في ياخذ سكين منشار الكبير اكيد هيدا. وي بدك تبلش تحضر السلاد. بهالوقت السلاد جاهزه، بس بدي زغر شوي طماط سوري. كبار لانه جايين حبيت طماط سوري معنا. هلا اذا بتعطيني صحن مدور من هون من خزينه. هلا عم نحضر السلطه. ايه هذا هو اول واحد. ايوه هذا هو. تفضل شوف. يلا حطينا هي بدنا نبلش. صوص السلطه هي حامض وزيت ومطاط. حامض زيت مطاط انا عاملها قبل وعملينا بحلقه نحن، يعني موجوده. في حلقه عملنا فيها سلطه عاملين هي الصوص. هلا شايف انت مستعمل الكينوا الابيض. ابيض في احمر في اسود. الكينوا الاسود. سألتك أنت إذا فينا نستعمل كيلو إيه. الأزوات سوري أنا ما سمعت. هلا خلينا نطول بعد شوي. سوري. هلا رح نبلش فجل. اوكي. انا فرمون ناعم شوي. بقدونس. كمان بنحط شوي. خيار انا مستعمل القشري السكن. ايه فرمون على الناعمين هالقد. بس انا مستعمل قشري اللب، مش مستعمله في مي كثير. ما بدي المي تبعه. اخذت طبقه البرانيه من الخياره. اوكي. يبقى عنا الرمان والافوكا. هلا الافوكا شاف من الاحسن انه يكون يعني بين المستوي وبين الفش. يكون مستوي بس مش كثير مهوس، يعني يكون حطه منيحه. لا بده يكون مستوي، ما فينا نحط افوكا فج الا اذا بده يكون افوكا فج. اذا بدي اشوي للافوكا لازم يكون فج كثير. لا بدي اشوي لحتى ما يلزق ويستوي معنا صح. اوكي. لانه فينا نشوي الافوكا على الجريل او على الباربيكيو، فينا نشوي الافوكا بس لازم يكون كثير فج، يعني اقطع من الشجره فج على الاخر. اوكي. هلا رح نحط صوص.
شو بيربق معه غير صوص كمان؟ شو اذا حدا بحب فينا فينا ما حط ليمون مسكر، فينا ليمون مع موزارت، فينا حط حامض، فينا حط بلسميك، فينا حط كيجن، فينا حط كثير صوص نعمله نحن. فينا حط رايس فينيجر مع حسب شو عم نعملها وعم ننزل معه. حسب الفلان الاساسي اللي له جنبها. شو انت؟ عم نستمتع بالشغل وبالريحة الأكل وبمنظر الأكل. لابدن وقت على النار ما هيك؟ هودي خلصوا هلا تقريبا بنتركهم دقيقة مثلا شي 10 دقايق ما بدو 10 دقايق 4 دقايق مكسيموم على النار هو بيكون استوى. هلا أنا رح خفف النار حتى ما يحترقوا كمان ليشتوا من جوا. حطينا صوص اوكي نوا بنزيد لها صوص زياده لانه بتشرب بتشرب صح. صحيح الصوص بس حسوها وقت ناشفه. اعطيني شوية ملح بليز. بتعرفي انيتا الكينوا من اطيب السلاد عندي انا كمان كيل وكينوا من اطيب صح تشيكن كيلا عملت لنا شي مره شاف ايه انا عامل حلقه مره عامل سلادات كيف تعيد اكل انا على الهوا فكره معينه شرمب كيل هلا اوكي رح نسكب السلاد في سال تفضل الافوكادو رميل للاخر على الوجه يلا حطها على الوجه اوكي هذي خالصين خالصين عطول بستمتع فارلا كيف تزين الشيف عنا عطول كن حريص على تزين البلا مش بس على الطعم على طريقة تقديم. هلا رح نحط افوكا فينا نحط نص افوكا نص رمان بعد في فريز فريز للوجه شفتهم انا بتعرف كان بدي اساله هالفريز رح نستخدمها جديد ما رح اساله السؤال اي بارت بدك انت؟ انا بحب السلاد الاثنين يعني افوكا انا بروح على الافوكا انا باخذ الرمان كرمالي لا خلص نبقى لكن نقسمها هيك بدل ما نقسمها هيك صح بعد بدنا نزين طلع المين كورس يعني. اوكي انا كنت بعد ما وصلت على المطبخ كنت عم تحكوا عن المين كورس حر كثير حر نبهنا شاف قالنا انه كثير حر اوكي حدوا الرز بالثاني طبق صح اوكي حبة حد اختمت ما بيقولوا شو بيقولوا؟ الحبة حد اختمت يعني مفلفل سمعت على الحبة مخبط على بعض هيدا رز بسمتي هلا رح حط فريز على الوجه اكيد انا مغسل الفريز أكيد هذا الصحن كبير لشخص هيك كتير كبير مش شوي رح نقسمه أنا وأنيتا شيف هيدا بيكون جاهز يلا خليني أنا أسكب هوديك صح شيف
شو بدي ساعدك؟ ماشي بس بدي اسكب انا. خلي هلا عندي. استنى انتبه. هلا فينا كنا بدل الرز نستعمل نودلز مثلا؟ فينا ما نستعمل لا رز ولا نودلز، فينا يكون هيك بس انه انا يعني بيلبق لها اكثر رز بسمتي. اوكي. هلا بتحسوا بطعمة جارليك، طعمة الحر هي الاساس. هلا للامانه نحن شمينا كثير ريحة ثوم قوية. ايه هي في لانه هي ثوم كانت كثير قوية. ثوم وجنجر وثوم وحر هن الاساس فيها. هي اخت سمسم؟ ايه تكرم عينك، تفضل. ميرسي. هيدي خلاص. فاذا السلطه صارت جاهزه هلا صار وهيدا البلا اللي عم نسكبه بالطبق الاساسي كمان صار جاهز. يعني فينا قالت شاف نستغني نحن عن الرز او نستبدلها بنودلز او حتى نستغني عنها كومبليت. ايه هي بالبقى اكثر الرز. الرز. ملاحظين كل حبه رز كيف هي؟ ابدا. هلا كنت عم بحكي انت سمعت انيتا شو قالت؟ حنحط شوية سمسم هون. اوكي. البروكولي وين رح نستعملهم؟ وين بدك نستعملهم؟ مش عارفه على اي طبق انا للامانه. بيمشي فينا نزين فيه الرز، فينا نزين فيه ال لا البروكولي انا قلت بس فينا نزين بس فيه لا فينا بس انا بس الون اذا بدكم ها اللي ما بيحب البروكولي فيه ما يحطهم بس فوائد البروكولي كثيره مزبوط هو بيعطي اللون الاخضر عن جد على طول بيعطي هيك لون وشكل احلى للاطباق يلا انا بيرلا رح يلا رح شايف فيني اخذ هيدا الرز معي دون اوكي أنيتا تفضلي بقعد قعدي وين ما بدك تفضلي شكرا وهذا كمان صار جاهز بدك اخده عنك انا؟ لا انا بدي تفضل تفضل شاف تفضل شاف سلام شو هالاطباق هول؟ يوم السبت طاولتنا هيك عرمرمية ما هيك أنت؟ بكره شو محضرنا او مخليها لبكره؟ بكره انت هون عامل كيش ثلاث انواع كيش بيعمل كيش لورين مش قاطع واثنين قاطعين رح طلع عليكم بكره انا انت ومين بكره على الهواء؟ انا وجورج انت بكره بنلاقي اكيد المشاهدين بحلقه جديده بس بتبلش الساعه 11 ونص يعني صرنا معودين على نهار الاحد انه الحلقه بتكون هيك قصيره بس ما بنقدر الا ما نطلع عليكم مشاهدينا كرمال نفيدكم بفقراتنا وتحديدا بفقره كيتشن اللي بيكون لها حصه كثير كبيره لهون بنكون نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم بيرلا بدي اشكرك اليوم انا بدي اشكرك بدي اشكرك شايف بشكر المشاهدين اليوم السبت نتمنى لهم نهايه اسبوع هادئه وممتعه وان شاء الله هيك بتشرجوا فيها مثل ما قلنا ببدايه حلقتنا طاقه ايجابيه كان مع العائله او مع الاصحاب قبل ما يطل يوم الاثنين واسبوع جديد من المجهود والتعب والشغل صحيح شايف اكيد وبلاقوكم بكره أنيتا وجورج على الساعه 11:30 والشيف حنا كمان باي 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 باي